سيدنا اتفضل. يعني جد شو صار معك؟ ما قدرت اوصل له، رحت على النايت اللي صار فيه المشكل، شفت الشغيله وحكيت مع اصحابه اللي بيسهر معهم، صار له شهر من بين. لازم تلاقيه بحيالله طريقه. سامي وهي اللي اسمها ندى اكبر كذابين، ولازم تلاقي طريقه كمان. رح اوصل له سيدنا، رح اوصل له. بالاذن لحظه. الو. يا سمر. طمنيني. اخذت الدواء؟ منيح منيح. لا ماني مطول. يلا باي باي. طمنيني كيفنا؟ الدواء سوبر قوي، مش حاسه بشي، حاسه جسمي مرتخي وراسي فاضي. حياتي الحكيمة اللي قالوا هيدا الدواء بده يومين ليخد جسمك عليه، بدنا نروق شوي، بس ما حاسه باي تحسن يعني؟ ما بعرف، مش حاسه بشي، هيك زيرو مشاعر. اف هاي مش خبرية. رح تصيري احسن ما تخافي. انتو صار معكم شي جديد؟ قصدي بالتحقيق. بخيلك التحقيق شربوكي طويله عريضه. الك خلق تسمعي؟ جرب. سيد سامي ابيض مخبص تخبيصه كبيره. معقول يكون هو القاتل يعني؟ ما بعرف. في هيدي بنت الليلة اللي شهدت انه كان معها ليلة الحادثة، لقيتها عنده بالبيت، في علاقة ما هو اياها. علاقة من اي نوع يعني؟ يعني بالمعطيات اللي بين ايدينا، هي بنت ليل هو زبون. هيك الواحد اذا بده يجي يفكر فيها. بس هي راحت تركت شغلها. بيقوم حضر جنابه بيأمن لها شغل بأوتيل. ابنها مريض، سامي ابيض عم بيحكمه. وبالاساس لما راحت اساله عنها شو اسمه؟ ما بيعرف شو اسمه وما تذكره. سيد سامي ابيض؟ نعم. تمضي هون تعمل معروف؟ شو هيدا؟ استدعى، القاضي طالبك كرمال قضية النسب وبدهم تتبلغ حكم المحكمة وتمضي على تسليم الولد لسته. تعمل معروف؟ وين كنتي؟ ماشي، رحت اجيب مكياج من السيارة. بدي اسألك شو عاملين الجماعة؟ مين قصدك؟ انت وسامي؟ ولا شي. شو بدنا نكون عاملين؟ عم بفكر إلا للينا تعزمكم لعنا. مشتاق لشادي، بدي اشوفه. ايه إلا. بس يعني مش رح اشوفك من اليوم للجمعة؟ مشغول كثير هالفترة، بس بحاول فضي حالي مثل ما عملت اليوم. حاسه رح ننبسط كثير. اكيد، اساسا نحن ناس بنعرف ننبسط وين ما كان. الدنيا ما فيها شيء غير البسط. تشيرز. بصحتك وصحة الشغل الجديد اللي بيناتنا. شو بكي؟
في لك شيء بلا ما تزعل؟ أكيد فيك تقولي، بس انتبهي زعلي صار بيكلف كتير هلأ. آه لا هيك، إذا هيك خلص بلا ما أحكي. لا أحكي، بس احسبيها منيح وما تقلي العيار. من زمان وقتها كنت شوفك قبل ما بلش شغل بالشركة ما كنت أصطهدمك أبداً، كنت دايماً أقول إنه عشو هالنسوين كلها بتحبوا ما عم بفهم. وهلا هلا صرت أفهم. هيك الله يزيدون. الله يزيدون. آه هيك صارت هلا. كريم أنت منك مبسوط معي؟ بلا أكيد، وكتير كمان. أنا كمان، بس هيك بحسك دايماً بتجرب تحط مثل حواجز، إنه كل موضوع بتاخده هيك بمزح حتى ما يصير في جد حكي جد. أبداً أنا ما عم حط شيء، أنا عارف كتير منيح شو بدي، مثلك أنت عارفة كتير منيح شو بدك. لهالسبب بالذات صداقتنا كتير ناجحة، وإن شاء الله منضل. تشيرز. على فكرة عندي طلعة بكرة على فريا، تطلعي معي؟ كيفك ست صباح؟ منيحة. كيف وشادي؟ كتير منيح، جبت له مربي تقعد معه وتدير بال عليه. الولد بعد العمل اللي عملته اخذ جرثومي بأمعائه، بس الحمد لله بلش يشفى منها. انا مشتاق له كثير لشادي، بدي اشوفه بصراحه. ما اتامن خليك تشوفه ولا حتى تقرب عليه، خلص طلع من حياته انساه. ما بدي يكبر والماضي ملاحقه، بدي نسكرها لهالصفحه ونتركه يكبر بعيد عن كل شيء صار. طيب خليني اشوفه هالمره، وعدك انه رح تكون اخر مره، وعدتي. صدقني هيك احسن لك. قوله تجوز سامي، تجوز وجيب ولد وبلش حياه جديده، ما تضلك عايش بالوهم. انا اسفه بالاذن. لك يا نور عم بقول لك مش فارقه معها. سامي بتكون ما انتبهت. لا انتبهت، واكثر من مره تجيني مساج منك قدامها وتقصد فرجيها اني ملبك وهي ولا على بالها. ثقتها الزايده بنفسها قتلتها، هي مأكدة انه ناوي تعمل شيء من ورا ظهرها. شو بدي اقول لك، فرح قويه. ايه كثير قويه كثير. يعني الله يساعدك. طب هلا شو بعمل انا؟ هلا ما فيك تعمل اكثر من اللي عم تعمله، بس جهالة أكتر. ما بعرف إنه فرجي إنه هي آخر همك هيك شيء. شكلها جيت، شكلها جيت. يلا يلا خليكي معي على التليفون، خليكي معي. طيب يلا بحكيك بعدين. الله معك. إيه على اتفاقنا. الله معك، مع السلامة. باي. مع مين عم تحكي؟ ولا شيء، اتصال اتصال شغل شغل.
هاي ماتر، كيفك؟ ليك حبيب، بدي اياك تودي له انذار لسامي عبر المحكمة. ايه، انا قدام بيته عم دق وما عم يفتح لي. اكيد شفتها واقفة تحت انا فايت. لك يا ماتر، شو عم بمزح انا؟ شو عم بلعب مع صاحبتي يعني؟ خلص بدي الانذار. رح كسر الباب وما عم يفتح. طيب يلا، ميرسي. كيفه؟ مثل ما هو، ما في شيء جديد. ممكن احكي معك كلمتين؟ حكاني سامي وقال لي انك رفضتي تخليه يشوف ابنه. فكرتك جاي تطمني على ابو ابنك. ابو ابني موضوع تاني. ماما، انت عندك ولد وبتعرفي شو يعني انه اب ينحرم من ابنه يلي كان كل شيء بالنسبه لإله، فجأة ينحرم منه هيك؟ هو اللي غلط. لو من الاول وافق نحل القصه بيناتنا وما هرب فيه، ما كنت منعته يشوفه. شادي ابن ابني وواجبي احميه. سألتي حالك مين اللي وصلنا لكل هذا؟ سألتي حالك مين السبب بالمتاهه اللي نحن عايشينها هلا؟ إذا بدك تكفري عن الشيء اللي عمله ابنك، بتخليه لسامي يشوف ابنه. شو هان؟ شو هان؟ شو هان؟ كله من وراك. انت اللي وصلتني لهون. صار لك فتره عم تختفي كل النهار، ما عم بعرف وينك، وفجاه بتجي وفي علامه ضفير على رقبتك. قلت لك خناقه. قلت لك خناقه. فهمتي ولا ما فهمتي؟ خناقه. قلت لك خناقه. مو معقول يعني بعد كل شيء ما تكوني بتعرفي قديش انا بحبك فرح. مو معقول. مستغرب كثير كثير انه ممكن تشكي فيني اني عم بطلع مع وحده ثانيه. شو اللي بيمنعك انك تخونني؟ ها، اللي بيخون مره بيخون ألف مره. لا لا لا، انا لما خنت لينا مو لأنه بدي خون. أنا حبيتك. حبيتك فرح. ولما شفتك ما عاد بدي شيء بالدنيا. صاحبتك. بدك ياني أكون صاحبتك. بتعرف شو قلت لي أكثر شيء؟ إني ضحيت بكل شيء كرمالك. كل شيء. لينا بفهم، فهمت، مرتك، فهمنا، بس تظهر علي مع غير بنات؟ لا، هذا الشيء ما رح اقبله. قلت لك ما في شيء من هاد فرح، ما في شيء من هاد. بعدين انت كل شيء عملتيه عملتيه لانه نحن بنحب بعض، مزبوط؟ وهذا الشيء بيغفر لك. يا ريت في يسعدك. يا ريت. كيف فيك تريحني؟ كيف؟ ترتاحي لما بتصدقيني. بتعرف شو مشكلتي؟ مشكلتي اني مني ولد صغير تصدق انه هيدا الشيء اللي شفته على رقبتك قصة خناقة وبس. بس هي مشكلتي. مشكلتي انا لحالي. وانا بعرف كيف بدي احلها. شو يعني؟ شو يعني؟ انت بتعرفي تحليها. شو يعني؟
أول مرة أنا مرقت لك إياها، وتاني مرة رح مرق لك إياها، بس ثالث مرة ما رح مرق لك إياها على خير أبداً. إذا ما بتعرفي قديش أنا بحبك فهي صارت مشكلتك فرح، مشكلتك والمسجلة وغير شغلات ما رح يحلو لك إياها. الو، ايه سامر؟ اوكي تمام. اوه يضيع منكم ها؟ سامر ممنوع الغلط، ما حدا بيمد ايده عليه، بس يصير معكم بتخبروني. ماشي باي. مرحبا. ليه تأخرت يا لاد؟ حممت وطعميت عند الماما، كانوا عم يساعدوني فيه. مش حرام عليك تحممي عند أمك بهالليل وتظهري بهالساعة؟ مش خايف علي مرات؟ بستكتر علي حدا يساعدني؟ طبعاً، ما أنت مش همك ومش سألين. أنا مش سألين؟ شايفتيني عم بشتغل مثل الحمار ليل ونهار حتى أمن مستقبل لألك ولألي ولحلولات؟ أنت عم تعمل شغلة وحدة، أنا حاملة مسؤولية بيتي وابني وشغلي، يعني بعد ناقص أعمل صانعة جوا وبرا. قلت لك اتركي شغلك أنت ما بدك، شو بعمل يعني؟ بدك ياني أترك الشيء الوحيد اللي بحبه، الشيء الوحيد اللي موقفني على إجري، مش معقول شو أناني؟ بدل ما تفكر كيف بدك تساعدني بالبيت أو بابنك، مش همك إلا تتركني الشغل. مش أنا عندي وقت حك براسي؟ إي وأنا كمان. ومع هيك بلاقي وقت تحمم ونيم واطبخ وروح على الشغل ونظف البيت واعمل شوبينج للبيت وكله. انه شو بدك اياني اعمل يعني؟ بروح بترك شغلي وبيجي بوقف حدا يقوم بالمطبخ وبحط مريوعه خصري؟ شو؟ اهلي لا، شو بيصير لك؟ او عيب لانك رجال؟ يا عمي القصه مش قصه عيب او مش عيب. انت بتعرف انه انا اللي عم طلع المصاري اللي شايلي هذا البيت. ايه لانه هو الموضوع موضوع مصاري بس، ما هيك؟ ليك شو سامي؟ بكره نهار فرصه ما هيك؟ وانا بدي نهار ارتاح فيه. شو رايك اترك لك ابنك وانت تهتم فيه كل النهار، واذا ما فيك باخده لعند الماما وانا بطلع على الضيعه لعند فؤاد. بدك تتركي ابنك عند امك وتطلع عند خيك على الضيعه؟ إيه ليه خفت؟ شو صار لك؟ او كثير علي اخذ نهار فرصه؟ او انت ما بتقدر تهتم بابنك من دون ما الصانعه تكون موجوده؟ انت مش صانعه، انت امه وانت بيو. هيدا ابنك مثل ما هو ابني. وأنا بكرة رايحة. ليه تليفونك مسكر كل الوقت؟ قطعولي الخط مش دافع فاتورة. أبو رفيق حكي معي إنه أنت عطيت شيك رحلة حتى يقبض وطلع بلا رصيد، وعم بيهدد بده يحبسك. قولي لجوزك بمون عليه خليه يحكي معه يستنى علي يومين ثلاثة. أنا وجوزي ما خصنا بخبصاتك، حكي أنت معه شوف كيف بدك تتصرف، وتبقى بس تخلص من مشاكلك فكر تسأل عن ولادك. حرام اشتاقولك. شو أخبار طليقة لندى؟ شيكت على الحدود وعلى المطار، اسمه مش موجود. عال فإذا بعده جوات البلد. سيدنا شو انتفعنا إذا موجود بالبلد وما عم نلاقيه؟ كيف سمر؟ ماشي حاله،
احسن شوي. طلنا نشرب قهوه بعد شوي. الو، حكيتي لها صباح؟ هي رجعت من المستشفى. ايه وشو رح تخليني اشوفه؟ ما بعرف سامي، ما بعرف انا اللي علي عملته. وانتي رح تضلك زعلانة مني؟ أنا مالي زعلانة منك ولا لي زعلانة من حدا. لينا اللي صار امبارح، اللي صار امبارح أنا ما دخلني فيه، وإذا بتهمك نصيحتي قوم زل على الشركة، لأنه كريم حاكاني وقال لي إنه رح يفسخ العقد، زائد إنه رح يغرمك بأيام التأخير، وقال لي كمان إنه إجى لعندك وما فتحت له سامي. ما كنت قادر أشوف حدا. طيب ليك شو، أنا بدي قوم ساوي أكل لكنان، بحاكيك بعدين ماشي؟ يلا باي. وقد ايه المبلغ؟ لا اكيد جوزك منه مضطر يدفعه. ما المشكله انه بكره الاحد، فراحت للتنين الصبح ليطلع من الحبس. طيب ليك شو، خلي جوزك يقطع لعندي التنين وانا بكون دبرت له المبلغ. شو بدي اقول يا منى، شو بدي اقول؟ خليني ضل ساكته احسن، فؤاد بضل مفوتنا بحيطان. طيب حبيبي تصبحي على خير. اذا بدك تدخن دخن برا بلا ما يعبي صدره للولد بلغم. هلا أنا حفوت نام. ألو، إيه نور؟ هلا اتصلت فيها طريقة خيك منى. حسب ما فهمت من الموضوع انه خيك محبوس، بدي اياك تتاكد من هذا الموضوع. بعرف يا حبيبتي عم بعذبك معي، بس شو بدي اعمل انا؟ يلا ناطرك، ناطرك انا. مع السلامه، باي. استاذ سامي انا نعيم. استاذ سامي عم تسمعني؟ افتح لي، لازم احكي معك ضروري. استاذ سامي، استاذ شغلت لنا بالنا. فوت. استاذ انا جاي احكي معك باسم شباب الورشه. الهيئة الشركة بدهم يجيبوا مهندس جديد مطرحك، ورشات جديدة، ونحن صار لنا 5 سنين عم نشتغل سوا، وهيدا أول مشروع كبير منفوت عليه سوا، وكنا متأملين فيه وفيك. معليش أستاذ، صحيح أنا مش متعلم مثلك، بس الحياة علمتني الإنسان لازم يكون أكبر من مصيبته ولا بتكسره. وأنت في عيل برقبتك عايشي من شغلة معك. للحقيقة صار لنا شهر ما ضربنا ضربة ولا دقينا مسمار. ما عاد معنا مصاري. املنا فيك ترجع على الشغل لنكمل المشروع. شو رح ترجع؟ والله العظيم مش قادران انا. استاذ، في ولاد بدها تروح على المدارس، وبيوت بدهم يندفع اجاراتها، وناس بدها تاكل. انت مش لحالك لتترك وتقعد بالبيت. عن إذنك أستاذ. إلينا، شو؟
عن جد وافقت؟ يعني رح شوفه؟ أنا ما قتلت خيك. أنا كنت عم دافع عن نفسي وهو هاجم علي، وأنت شفت بعينك هالشي وقال له هيك، ليه بدك توقف معي؟ إيه؟ لو أنت شاكك إنه أنا دفشته عن سطح. خيي كان واطي، كان بيستاهل يموت. ليش ما تكون أنت اللي جربت تقتل عامر الباشا؟ وقتلت أختي. لا لا ما قتلت حدا. أنت بتعرف إنه فرح هي سبب المشكل بيني وبين خيك. وأنت شفته بعينك للواطي كيف كان عم يلطشها، وأنت اللي جيت قلت لي. بس أنت أخوت، ما حدا بيعرف شو في براسك. أنا مش أخوت، بتقول أخوت. ولأنت بلسانك قلت لي إنه فرح هي السبب بيني وبين خيك. ليه ما تكون أنت اللي قتلتها وانتقمت منها بعد كل هالسنين، وبطريقة قتلت عامر الباشا وسرقته؟ خيي كان بيستاهل يموت، خيي بيستاهل يموت. ما كانش يقبل يطفي السواقير إلا بجسمي. طلع طلع طلع. وين رايحة؟ قلت لك امبارح راح اخذ شادي عند الماما وحاطلع على الضيعة. على الضيعة عند خي فؤاد؟ ايه اللي عند فؤاد، لكن اللي عند مين؟ والله انت اللي لازم تقولي لي عند مين؟ انت بس همك تعمل اي مشكلة كرمال ما اطلع من البيت. فؤاد مش في البيت، وانت بتعرف هذا الشيء من امبارح الليل، صح ولا لا؟ ايه بعرف، بعرف هذا الموضوع كله. اصبح لوين كنت رايحة؟ لوين؟ لوين؟ ما بعرف، ما بعرف. على الشارع، على عند اهلي، على شقة الحياة، لا محل بعيد عنك سامي. انا ماني قادر اتحمل بقى، اصلا من امبارح قالت لك اني طالع على الضيعة، من امبارح. بدي روح على شي محل اتنفس فيه، عم بختنق. منك عم تفهم؟ عم بختنق. بدي روح على حي الله محل، حتى لو باخر الدنيا. ليه ما قلتي لي؟ ليه ما قلتي لي؟ ليه ما قلت لك؟ ليه ما قلت لك؟ شوف، شوف ليه ما قلت لك؟ مش واضح الموضوع؟ صاير واحد مريض، مريض بالشك. انا ماني قادر اتحمل مشاكل بقى. زيح من وجهي، قلت لك زيح من وجهي احسن ما زدت حالي من البلكون. رجع الولد محله، لانه ما راح خليك تطلع من البيت. يلا حيدي، يلا فوتي. كثير منيح. فتشتوه؟ لحاله. لا ما تساوي معه شيء ابدا. انا بعرف كيف اقطع حسه بمعرفتي. ماشي. الساعة 9 بنفس المكان. علينا كيفك؟ كنت ماسكة التليفون بدي حاكيكي قلك شو رأيك تجي لعندي انتي وشادي؟ عامر طلع يسهر مع رفقاته فقلت منقعد نتسلى سوا. يا ريت، بس تعبانة كتير انا اليوم. سلامتك حبيبتي. طيب دقتيلي، شو خير في شي؟ لا لا ولا شي حبيبي. لكن شادي عم يبكي، برجع بحكيكي. اوكي باي. افتح لي الباب، افتح لي الباب هلا هلا. بتفتح لي الباب؟ بدي اخذ ابني وبدي امشي هلا. شو من حقي اعرف مرتي وين رايحه؟ ايه من حقك، من حقك،
بس مش من حقك ابدا تتجسس علي على تليفون بيني وبين عيلتي. انا ولا من حقك تطلب تاخذ تليفوني. قاعد عم تعمل لي حركات وما بعرف شو، عم تخليني غارقه وبرضه ما قربت على تليفونك. وعلى فكره انا رايحه لعند اهلي، لعند اهلي. وعلى فكره مفتوح الباب. هيدا الحليب هون، هي الببرونه، وهيدا الدواء تبعك. ما عم بفهم ليه عم تعملي هيك؟ ما فهمنا، معك حق. سامي ما في منه بالعالم، بس اكيد دائما المشكله من عندي والحق علي. ما حدا عم بيقول لك انه المشكله منك، بس كل شيء وله حل، والحل اكيد مش اللي عم تعمليه هلا. حبيبي سامي المهذب وابن العالم وابن الناس وصلت معه يقفل الباب علي، وبتقولي لي ليه عم بعمل هيك؟ خبري لسامي بما انه هلا صرتوا كثير قراب من بعض انه انا على البيت ماني راجعه، بس يغير تصرفاته معي بيبقى في حديث. طيب بس قولي لي لوين رايحه؟ ما بعرف ماما، ما بعرف، بس هلا ماني قادره اسمع صوت حدا، حتى ابني ماني قادره اسمع صوته. طيب بس ما تتاخري. الو، ايه سامي؟ شو صار معك؟ جربت روقه، كثير مضايق. الله يساعدني، مدري شو صاير بعقل اختك. ماما اختي ما صاير لها شيء ابدا، فرح كل حياتها هيك، ما في شيء جديد، والسبب انتو، انت والبابا الله يرحمه. نحن طول عمركم نازلين فيها غنج 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 لحد ما بقى حملها راسها وما بقى شايفه شيء قدامها وما عندها قيمه لشيء. الله يساعد الاهل. شو ما عملوا مش مخلصين. بكره بتصيري ام وبتفهمي. وبكب ابني عند اهلي لانه انا والله اعصابي كثير تعبانه ومدري لوين بروح. شو قصدك؟ ماشي ابدا. الو، ايه انا وصلت. ماشي. ايه نور، شو طنين رجعت؟ تحججت بقصة واتصلت بهنا، منا عندها. طيب اذا عرفت اي شيء اتصلي فيه. لا ما رح نام، مع السلامه. انا معك. تعال لهون. تعال. اهلا بالارنب اللي مفكر حاله نمر. اهلا وسهلا. بوس ايدك. بترجاك ما تقتلني، غلطت منك السماح.
أول شيء طلع بعيوني. بدك ياني سامحك طلع بعيوني. عم بقول لك اطلع فيني ولك طلع فيني. بدك تقتلني؟ أنت يا حقير بدك تقتلني وتسرقني؟ بدك تقتلني وتسرقني يا كلب يا واطي؟ أنت بتعرف أنا مين ولا؟ أنا مين؟ شو اسمي؟ عامر الباشا. شو اسمي؟ قول! عامر الباشا. شو اسمي؟ عامر الباشا. شو اسمي؟ عامر الباشا. بدك تقتلني يا واطي يا حقير؟